نعم، هذا مؤشر، مؤشر لمشاكل كبيرة، إلى أزمة تمر بها الكرة الإيطالية، الذي لم يجدد من نفسه، من حلته ومن ثوبه، بشبابه، بمواهب شابة، في استثمارات في الوجوه الجديدة. عادة الضغط يكون مفرض على الشباب، ولهذا السبب أغلبيتهم لا ينجح. كان على يوفنتوس في عام 2006 أن يبدأ من الصفر مع نجوم جدد، لا الاستناد على نفس المجموعة المتقدمة في السن. الآن نبدأ من الصفر من جديد. الآن تتابعون مشاهدينا الكرام، يتم رفع الرمز إلى مقعد أزيليو ليشتيبو عبر مقعد طائر في الهواء يحمله بهلوانيان. أكيد يعني المشهد مثير جدا ويدعو للإعجاب، وهذا طبعا داخل في نظام التنظيم بالنسبة لليوفي كفريق إيطالي. والكرة الإيطالية شفنا حتى احتفالات يعني عديدة، ينجح دائما الإيطالي في تنظيم الأمور وإبهار عالم المشاهدين. نعم، احتفال كبير. هذا المقعد رمز لأن اليوفنتوس تم تأسيسه على فوق مقعد في 1897. هناك صورة تاريخية نرى فيها بونيبيرتي أنييلي فوق مقعد، وهذا المقعد الذي يأتي من السماء نعيش لحظة تأسيس اليوفنتوس الكبير. ليست فقط صورة جميلة جدا من الناحية الفنية، إنما لها رمز كبير جدا. نعم، من الناحية التاريخية. طبعا في ظل هذه الظلمة الداكنة في ملعب تورينو، سيتم إذاءة مقعد الاحتياطيين لنشاهد الثنائي التاريخي للنادي أليساندرو ديل بيرو وبوني بيرتي جنب إلى جنب أمامنا، اللذان سيشرحان ماذا يمثل لهما اليوفي، ثم سيلعبان بكرة الخمسينات التي أهدتها عائلة أنييلي للنجم أليساندرو ديل بيرو. تلاقح الأجيال، ديل بيرو بوني بيرتي، فارق الأجيال والحضور اليوم في نفس المحل، وأفضل هدافين في تاريخ النادي طبعا. نعم، نعم طبعا. البيرتو ديل بيرو 284 هدف، بوني بيرتي 179 هدف، يعني 176 هدف، يعني الاول والثاني في تاريخ اليوفي. اعتقد ان بوني بيرتي هو رمز الفريق، هو رمز النادي، لانه كان بطل كبير جدا، وكان رئيس كبير جدا، وشغل منصبين. ديل بيرو هو خليفه بوني بيرتو، تجاوز على بوني بيرتي، تجاوز بوني بيرتي في الاهداف. بوني بيرتي هو الذي اختار ديل بيرو، هو ديل بيرو هو الذي طالب بشراء ديل بيرو. اذا انا اريد رؤيه ديل بيرو جديده. نعم، للماضي وقدمه في المستقبل. نستمع طبعا لكلام أليكس ديل بيرو. رأيت الكثير من الزملاء يمرون هنا، ومعهم عشت مواسم كبيرة منذ أن عندما فزت بأول ألقاب مع هذا الخميس، والآن أنا هنا على هذه الأرضية وفزت مع اليوفنتوس بكل شيء. تاريخ، تاريخ استمر، قصة مرت عبر الملعب الأولمبي، ومرت حتى عبر ما حدث مع التدهور والانهيار، وعندما تنهار يجب أن تعود إلى المجد برأس مرفوع وبرغبة أكبر بكثير للفوز والانتصار والتغلب على الجميع. وأنا ونحن وأنتم جميعا قمنا بهذا الشيء. اليوم نحن هنا هذه القصة كانت لوحة جميلة.
والآن هناك صفحة أخرى، لوحة كان لديها إطار ممتاز مثالي. الإطار هو الجمهور، أنتم الذين تمثلون الملايين من مشجعي اليوفنتوس بالعالم. إطار هذه اللوحة، وأنتم كنت دائما معنا ودائما معي، كنت أستمع إلى غنائكم كل يوم أحد في كل مباريات اليوفنتوس. الآن القصة كانت رائعة، ولقد وقعت على العقد بدون نظر إلى المبلغ وإلى المرتب مثل ما فعلت قبل 18 سنة للبقاء مع اليوفنتوس. وكما قبل 18 عاما، اليوم أمامي تاريخ اليوفنتوس، تاريخ القميص الأبيض والأسود، الرئيس جان بييرو بوني بيرتي. تحية طيبة للجميع. يجب أن أضع النظارات. Ho scelto di raccontarvi in questa occasione il mio primo incontro con la Juventus. أردت أن أقص عليكم ما حدث عندما التقيت اليوم مع اليوفنتوس 4 يونيو 1946. عبر صحيفة توتو سبورت الرئيس كارنين قال أو كتب: ولد مولود جديد. يوم الخميس الماضي قبل مباراة يوفنتوس تورينو، السيد فولينو أو الدكتور فيلينو اقترب منا لكي يقول لنا: انظروا إلى هذا الهداف، الهداف الذي يلعب مع فريق البدلاء لليوفنتوس، عمره 17 سنة، من مدينة نوفارا، اسمه بوني بيرتي، أنا من أتيت به إلى هنا. لقد تابعناه ورأينا ولاحظنا أنه بكل سهولة بكل بساطة سجل 7 أهداف. يوفنتوس فورسانو 7-0. ولكن حتى اليوفنتوس تابع هذا اللاعب وقام بالتوقيع مع هذا اللاعب الجديد. حياتي مع اليوفنتوس بدأت في 4 يونيو 1946. وأنا لازلت هنا بعد 65 عام لكي أعانقكم جميعا. وأتمنى لكم وأن أذكركم جميعا أن وأذكر جميع اللاعبين خصيصا العبارة المكتوبة فوق يافطة: ليس من المهم الفوز، إنما هو الشيء الوحيد الذي يهم الجميع. تحية لكم جميعا، مساء الخير للجميع ومتابعة طيبة. أشكر ديل بييرو.
والذي ما فعله من أجل اليوفنتوس والذي سيفعله مع اليوفنتوس. ومعانقتي وأعانقك وأحييك. Oggi è un giorno speciale. Questo è lo stadio che هذا الملعب ci meritiamo. هذا الذي نستحقه والذي يستحقه جمهور اليوفنتوس. أتمنى أن يستوعب حماس وانتصارات الأجيال الماضية من مشجعي اليوفنتوس. Non so cosa altro dirvi se لا أعرف ما يمكن أن أقوله. Che passione, amore, coraggio. أعتقد أن الشجاعة والشغف والحب والرغبة والعزيمة أشياء مصيرية في كرة القدم وفي الحياة عامة. ونحن سوف نبذل أقصى جهدنا حتى في هذا الموسم. Ciao a tutti. Grazie. جميل جدا تلاقح الأجيال. بوني بيرتي الهداف الثاني في تاريخ اليوفي. أليساندرو ديل بيرو الهداف الأول ودخل بقوة تاريخ اليوفي. ألبرتو أكيد المشهد مؤثر جدا.